موجز الأخبار من المحور. أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، تناول التباحث بشأن التطورات العسكرية الجارية في قطاع غزة. وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الجانبين أكدا الخطورة البالغة للموقف وضرورة تجنب توسع دائرة الصراع لما لذلك من تداعيات إقليمية تهدد الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى أولوية تحسين الأوضاع الإنسانية بالقطاع. وأكد الرئيس السيسي أن المخرج الوحيد للوضع المتأزم الراهن هو العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الدفع في الوقت الحالي نحو وقف كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة. وعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن التقدير الكبير للجهود المصرية الحسيسة المبذولة في هذا الصدد على مختلف الأصعدة، والتي تكللت تنظيم قمة القاهرة للسلام، في حين شدد الرئيس السيسي على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة وضمان نفاذها إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة. كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليتس، وصرح المستشار الدكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد متابعة التباحث بشأن تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وقد تم التوافق في هذا الشأن حول ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد باعتباره الأولوية الحالية لتجنب أن يأخذ أبعادا أوسع تزيد من تعقيد الموقف. كما استعرض الرئيس السيسي نتائج الاتصالات المكثفة التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف المعنية من أجل وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة في ضوء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، فضلا عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. أصدر وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والمغرب بيانا تضمن إدانة ورفض استهداف المدنيين وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني والدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعية. ونشرت وزارة الخارجية المصرية البيان باسم وزراء خارجية الدول التسع المشاركة متضمنا ما تم الاتفاق عليه في قمة السلام بالقاهرة يوم السبت الماضي. أكد البيان المشترك الرفض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب. وشدد البيان المشترك على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين. وطالبت الدول الموقعة ببذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألكسندر ديكرو رئيس وزراء بلجيكا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في بروكسل. في مستهل اللقاء أكد مدبولي تقديره للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والمستند إلى التعاون التاريخي الممتد بين البلدين. أكد مدبولي على التعاون
التعاون المهم الذي يربط بين مصر وبلجيكا، ومن أوجه هذا التعاون تواجد العديد من الشركات البلجيكية الكبرى في السوق المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأعرب عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات البلجيكية في مصر، مشيرا إلى اعتزام مصر عقد المؤتمر القومي للاستثمار في إبريل 2024، ومؤكدا تطلع مصر إلى مشاركة الجانب البلجيكي في هذا المنتدى المهم. من جانبه أعرب رئيس الوزراء البلجيكي عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما رحب بأي استثمارات مصرية في بلجيكا من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين. استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة. شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون السابق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع التعاون الصحي الذي امتد في الفترة من عام 2014 إلى 2023 لدعم المستشفيات والوحدات الصحية والمنظومة العلاجية والوقائية. كما بحث الاجتماع آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في الملف الصحي على خلفية الأحداث الجارية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير استعدادات القطاع الصحي وتجهيزات مستشفيات محافظة شمال سيناء. وأضاف عبد الغفار أن الوفد أكد استعداد الاتحاد الكامل لدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء من خلال آليات الدعم الطارئ بالاتحاد بتوفير أي احتياجات من شأنها المساهمة في رفع مستوى استعداد المنظومة الطبية للتعامل مع أي تحديات مستقبلية. استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، حيث ترأس الجانب المصري المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، كما ترأس الجانب الألماني أنجا هاجدوك وزيرة الدولة بوزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الألمانية. وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد حاليا مستوى كبير من التفاعل والزخم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 5.5 مليار يورو في 2022، كما تبلغ عدد الشركات الألمانية المستثمرة في مصر 1444 شركة بإجمالي استثمارات يصل إلى 2.2 مليار دولار. وأكد أن هناك العديد من المقومات التي تجعل مصر شريكا تجاريا رئيسيا ووجهة استثمارية للشركات الأوروبية بشكل عام والشركات الألمانية على وجه الخصوص. وصل قطار الخير التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي إلى محافظة الشرقية لتوزيع كراتين تتضمن سلع ومنتجات غذائية وملابس ولعب أطفال وغيرها من المستلزمات الغذائية التي تهم الأسر المستحقة. والقافلة تتكون من 9 شاحنات تريلا محملة بأطنان من اللحوم المجمدة والمواد الغذائية ووجبات ساخنة جاهزة وشنط مدرسية شاملة الأدوات وجواكت مدرسية وأغطية لحاف وبطانية وغيرها من المساعدات. قطر خير التحالف، القطر اللي لما بنشوفه بنعرف ان في خير رايح لأهلنا. المرة دي من نصيب محافظة الشرقية واللي شفنا فيها اصطفاف لتسع عربيات تريلا مليانة أطنان مواد غذائية هيتم توزيعها في قافلة ستر وعافية لألاف من أهلنا هنا في الشرقية. قطار الخير اللي هو بينطلق في كل المراكز بيعمل توزيعات كبيرة فيها من مختلف المساعدات وبيقدم مختلف الخدمات، وبعد كده بنرتكز في قرية صعود غدا إن شاء الله عشان نقدم فيها خدمات مختلفة ما بين الطبي والتوعوي والتثقيفي وأيضا المساعدات الغذائية والعلمية. عدد كبير جدا من المؤسسات المشتركة مع التحالف الوطني، الحمد لله في أعمال خير بيتم في المحافظة بشكل كبير جدا. 28 طن لحوم مجمدة دي هتتوزع على أهلنا وناسنا من أبناء محافظة الشرقية، بالإضافة لمبادرات التمكين الاقتصادي. منظر الاصطفاف اللي بيحصل دلوقتي عشان يوصل لكل مصري ومصرية يفرح القلب، خاصة لما تعرف ان العربيات دي شاملة حاجات كتير زي اللحوم وكراتين مواد غذائية وشنط مدرسية شاملة الأدوات وحلوى المولد وشنط صحية للأطفال وغيرها كتير من المساعدات. احنا جايين النهارده معانا 1500 كرتونة مواد غذائية و1000 علبة حلاوة المولد ومعانا 500 لعبة أطفال ومعانا 1000 شنطة مدرسية. احنا موجودين النهارده في القافلة رقم 25 من قوافل ستر وعافية ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمجموعة من المساعدات الأساسية لحاف كرتونة مواد غذائية شنط مدرسية. احنا
احنا النهارده عندنا توزيع اطنان من مواد غذائيه على الاسر الاولى بالرعايه، وفي بطاطين، وفي معرض ملابس حريمي ورجال واطفال للاسر. بنقدم انشطه مختلفه ضمن القوافل، الغارمين، انشطه التمكين الاقتصادي، وكمان عندنا انشطه الصحه اللي هي الخاصه بالعمليات الجراحيه او العلاج الشهري. الجهود الكبيره اللي بتقوم بها مؤسسات التحالف الوطني تعتبر تجسيد عملي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصله الجهود وتدعيم وتعظيم المشاركه المجتمعيه في دفع جهود وخطط الدوله لتحقيق التنميه وتحسين مستوى وجوده حياه المواطنين. شهدت محافظة البحيرة انطلاق مؤتمر حكاية وطن الحاشد الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية، وشارك في المؤتمر نحو 3000 مواطن بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء والمحافظين ورجال الدولة والمواطنين، إضافة إلى عدد كبير من قيادات التحالف الوطني وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة. واحد من أهم المؤتمرات اللي بيقدمها التحالف الوطني في الفترة الأخيرة هو مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، واللي بيسرد من خلاله مجموعة الإنجازات اللي تمت داخل كل محافظات الجمهورية، ومن ضمنهم محافظة البحيرة المحافظة رقم 2 اللي استقبلت المؤتمر بعد انطلاقته الأولى من محافظة المنيا، وده طبعا في إطار حملة التحالف لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. انطلاقه قويه جدا النهارده، الحضور كان ما شاء الله الحشد قوي جدا جدا، والناس كانت سعيده انها بتسمع الانجازات، كل الانجازات العظيمه دي النهارده كان لازم يتم سردها للشعب. الحقيقه مؤتمر حكايه وطن في محافظه البحيره بيعكس 3 أيام من حكايه وطن على مستوى الجمهوريه، عرض فيها حوالي 12 وزير ووزيره لكل الانجازات وحجم دعم الاستثمارات التنمويه اللي بتقدم خدمات وتحسين خدمات للمواطن المصري. احنا الحقيقه يعني سعداء جدا باللفتة اللي أطلقها السيادة الرئيس على مستوى الجمهورية بمؤتمر حكاية وطن اللي انطلق لكل محافظات جمهورية مصر العربية، بحيث ان احنا نحاكي او نتحدث عن حكاية كل محافظة في الوطن. ووسط حضور عدد مكثف من الأهالي واللي وصل عددهم ل3000، تناولت فعاليات المؤتمر الحديث عن الإنجازات اللي تمت داخل محافظة البحيرة والدعم الكبير اللي قدمته مؤسسات التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة للمحافظة على كافة الأصعدة، كمان دور التحالف في دعم الأشقاء خارج الحدود المصرية، ده بالإضافة لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم. احنا جايين النهاردة ندعم السيد الرئيس من خلال حكاية وطن، وبنقول له يا ريس احنا معاك في كل وقت وفي كل حين وفي ظهرك. الحشد تخطى 3000 مواطن، مؤتمر حكاية وطن بيتكلم عن كل الانجازات اللي تمت في محافظة البحيرة. احنا بنشكر الرئيس على المشاريع اللي جنبيه، وكلنا بنعيد الرئيس وكلنا ورا الرئيس، واحنا بنشكر ربنا ان احنا في خير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واحنا بندعم سيادة الرئيس وبندعي له ان ربنا يغوي علينا. بس بشكر التحالف الوطني وبشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإنجازات اللي هو عملها في البلد. عدد الحضور الضخم اللي حضراتكم شايفينه ده كان الانعكاس الطبيعي للدعم المطلق اللي بيقدمه التحالف في محافظة البحيرة، واللي من خلاله قدموا عبارات الشكر للتحالف اللي بيجوب كل أنحاء الجمهورية وخاصة لأهالينا الأولى بالرعاية بتوجيهات من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان يكون التحالف الوطني هو السند والداعم لكل من يستحق الدعم.